عرفتوا هتعملوا ايه؟ طبعًا. اه طبعا انا حسين فهمتوا كويس قوي، بس عايز اسال سؤال. يعني انت دلوقتي عايز انها تدخل وتسرق اللوحه دي وانت واقف كده؟ ما انا عايزه تسرق اللوحه، عشان هي لو سرقت اللوحه ودخلت بيها المسابقه وكسبت يبقى انا كمان كسبت. كوردون بلو دوغي انا نوتر. ايجوش سايب المفتاح في الباب. مش انت قلت جاي تسرق؟ اه قلت امني. تامني ليه؟ ما انا عايزها تسرق. ايه الخباء ده؟ خلاص امسكي صوري اللي هيحصل بالظبط. الحمد لله ما شافتنيش. ده عبيط وعمية. صورت كل حاجة؟ كل حاجة بالصوت والصورة. حلو قوي، مش عايز أكتر من كده. وبهذا قررت اللجنة المشرفة على الأعمال الفنية المختارة للمسابقة على أن تكون الجائزة الأولى من نصيب الفنانة داليا عزت عن لوحة النفس الأمارة بالسوء. Thank you.